فساد ومحسوبيات مستمرة منذ عقود حالت دون تطويره. بنى تحتية من طرقات وسكك حديدية ومطارات أهملها نظام الأسد فباتت قديمة متخلفة، جعلت من سوريا دولة فاشلة في مجال النقل. تمثل أزمة النقل أحد أبرز التحديات التي تواجه السوريين في حياتهم اليومية، وهي نتيجة مباشرة للفساد والإهمال الذي طال هذا القطاع الحيوي على مدى عقود. ولكن ما دور الأسد ونظامه في تدمير هذا القطاع الحيوي؟ منذ عقود وقبل تسلم حافظ الأسد الحكم، كانت سوريا تمتلك فرصة لتطوير بنيتها التحتية وجعلها ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد وتحسين حياة المواطنين، إلا أن هذه الفرصة تلاشت تدريجياً بسبب الفساد والمحسوبيات المستمرة منذ تولي الأسد السلطة في عام 1970. ففي وقت كانت الدول المجاورة تتقدم في مجالات النقل والبنية التحتية، ظلت سوريا تتعثر بسبب الإدارة الضعيفة التي أدت إلى انهيار شبه كامل في شبكة النقل، سواء على مستوى الطرق أو السكك الحديدية وحتى النقل الجوي الداخلي والخارجي. مشاريع قبل عام 1970، نجاحات ضاعت في عهد الأسد. كانت سوريا تشهد تطورات متسارعة في مشاريع النقل والبنى التحتية الداعمة له، فأبرز الطرق الواصلة بين المحافظات أنشئت قبيل تسلم الأسد الأب الحكم، بل حتى إن أبرزها يعود إلى فترة الانتداب الفرنسي وأخرى إلى الحكم العثماني. منذ تسلم حافظ الأسد للسلطة بدأت البلاد تعاني من سوء التخطيط وغياب الرؤية الحقيقية لتطوير وسائل النقل والبنى التحتية الداعمة لها. وعلى الرغم من وجود مشاريع تطويرية في السبعينيات، فإن معظمها لم يكتمل أو تم تنفيذه بشكل رديء بسبب الفساد والمحسوبيات والسرقات من قبل الدائرة المقربة من الأسد. فساد ممنهج ومعوقات صيانة الطرق والنقل. منذ السبعينيات أصبحت المحسوبيات القاعدة الأساسية لتوزيع العقود والمشاريع الحكومية المتعلقة بالبنية التحتية، وأصبح أقرباء الأسد وحشيته المقربة هم المسيطرون على مفاصل القرار في تطوير البنى التحتية وصيانتها، وتمكنوا خلال زمن قليل من بناء ثروات. فالشركات التي حصلت على عقود صيانة وتطوير غالبا ما كانت غير مؤهلة، وحصلت على تلك العقود بناء على الولاءات السياسية للكفاءة، ما أدى إلى تعثر كثير من المشاريع التي كان من المفترض أن تحسن وضع مشاريع النقل في البلاد، والتي كان أهمها مشروع مترو دمشق الذي ظل حبيس الخطط والمناقشات من دون تنفيذ فعلي على الأرض بسبب وجود رقابة مالية أجنبية في أثناء التنفيذ. كما تدهورت البنية التحتية للسكك الحديدية التي كانت تمتد عبر البلاد، فالقطارات أصبحت قديمة وغير صالحة للاستخدام الآمن، بينما تم تجاهل إصلاح خطوط السكك الحديدية أو حتى تحديثها، مما أدى إلى حدوث أعطال مستمرة في القطارات وتأخر في الوصول أو الانطلاق، ما أثر على نقل البضائع والركاب على حد سواء. النقل العام في المدن نقص في الباصات أو التوزيع الجغرافي. لم يقتصر فشل الحكومات المتتالية في عهد الأسد الأب والابن على النقل بين المدن، بل طال أيضاً النقل الداخلي الذي لا يزال المواطن يعاني منه حتى وقتنا الحاضر. فمنذ السبعينيات والثمانينات عانت المدن الكبرى مثل دمشق وحلب من نقص حاد في وسائل النقل العامة، رافقه تدهور في حالة الباصات والخدمات العامة التي كانت تديرها شركات حكومية بسبب عدم ربط الحكومات المتعاقبة ازدياد عدد سكان المدن بعدد الباصات الموجودة في الخدمة. ففي عام 2010 كان عدد الباصات في دمشق التي يزيد عدد سكانها على 5 ملايين نسمة لا يتجاوز 400 باص، ما يعني أن باصاً واحداً كان يخدم 12500 شخص، وهي نسبة بعيدة جداً عن المعايير الدولية التي تقدر أن كل باص نقل داخلي يجب أن يخدم ما بين 1000 إلى 2000 مواطن تقريباً. وكان التوزيع الجغرافي للباصات غير متكافئ، حيث تركزت في مراكز المدن، بينما عانت المناطق الريفية والضواحي من نقص حاد في وسائل النقل، ما أدى إلى زيادة الاعتماد على وسائل نقل أخرى كالسيارات الخاصة والمترات.
ولم يكن قطاع النقل الجوي بمنأى عن التدهور الحاد، وظهر ذلك جليا في الطائرات والمطارات القديمة والصيانة المهملة بسبب الفساد والمحسوبيات، أي أن سوريا في عهد الأسد أصبحت تعاني من أسوأ شبكات النقل في المنطقة.